بعد 5 كيلومترات من السير على الأقدام يصل هؤلاء الطلبة إلى مدارسهم بعزلة بني فايد في مديرية ميدي شمال محافظة حجة في رحلة يومية شاقة تكلفهم نصف وقتهم الدراسي وكثيرا من التعب في بيئة ساحلية حارة. جاي من هناك الساعة 7 ما أدري، أنا وصلنا الساعة 8، واحد من الساعة 8 من الساعة 11 وأروح رجل لما المخازن. طب الحين معانا بين فارس والحسن وسمون وناقص صابون رجال، أحيانا طالبات كلهم جاي رجال مواصلات، وكم أحيانا أحصل دبابة أركب معاهم هناك المهنة، وأدرس من الساعة 11 وأقدر على رجال. هذا أقرب مدرسة وماشي عند المدرسة، يقولون دبروا لنا المدرسة. وضع يومي شاق يعيشه عشرات الطلاب لبلوغ مدارس محدودة ومتنافرة في مناطق ريفية تتباعد فيها التجمعات السكانية ومخيمات النازحين وتشهد انعداما لوسائل المواصلات، وهو ما دفع الأهالي لبناء هذه المدرسة المتواضعة بجوار مساكنهم لتدريس الأبناء. أكثر الطلاب وقفوا عن التعليم، يقول لك بسبب بعد المسافة. مثلا الطفل اللي يدرس في الصف الأول عمره 5 سنوات حافي القدمين، يصعب عليه المسافة هذه البعيدة، لذلك بعض الطلاب توقفوا عن الدراسة. لكن عندما طرحنا هذه المدرسة في هذا المكان يأتوا الطلاب والتحقوا بالدراسات لأن المدرسة تكون قريبة منهم. حل قد يخفف من معاناة الأطفال، لكنه بالتأكيد يفاقم من مشكلات العملية التعليمية، خصوصا في جانب توفير معلمين ومستلزمات دراسية، ما يجعل من بعد المسافات ومعاناتها هموما هامشية. العملية التعليمية هو من قام بها هو المجتمع نفسه، لم تتدخل بها الحكومات الرسمية أو الجهات المختصة بالتعليم، ولذلك بالنسبة إلى ترقيات الطلاب أو إيجاد مواصلات هذه بالنسبة لنا هي آخر خيار، لكن الخيار الأول هو المبنى المدرسي، هو المعلم، هو الكتاب المدرسي، إيجاد بيئة تعليمية مناسبة. يقوم الطلبة أيضا بأعمال يومية منزلية كجلب المياه لأسرهم إلى جانب رحلتهم التعليمية ومهام أخرى من مسافة بعيدة، ما يزيد من معاناتهم ويحول دون تركيزهم واستيعابهم للدروس. من بين كل تعقيدات العملية التعليمية هنا يبدو أن قطع المسافات الطويلة سيرا على الأقدام أهون الإشكالية بالنسبة لأولياء الأمور والكادر التربوي، لكنها تظل عبئا ثقيلا على كاهلهم وسببا للتسرب من المدارس. محمد يوسف، قناة بلقيس، محافظة حجة.